أبشركم، اقتربنا من الدرعية وما بقى إلا شوي ونوصل ونقابل الإمام سعود بن عبد العزيز. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، واللي سهل لنا ممشانا فأمنه خير. السلام عليكم، وصلناكم من أقصى ديار الشمال، قاصدين الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد. هيا الله من جانا، الحمد لله على سلامتكم. وشي قال لكم ومن تبون؟ أنا رمزان وقاصد الإمام سعود بن عبد العزيز، أسلم عليه وأنقل له علوم دياره وأبلغ عن النعم اللي حنا فيها، فضل الله ثم فضل دولتنا السعودية. فضلوا، حياكم الله في عاصمة دولتنا الدرعية، وتلقون الإمام في قصر سلوى في حي الطريف، قصر ما تضيعونه من شموخه ومهابته. طال عمرك، وصلنا رجال من الشمال وطلبوا مقابلتك وشوفتك. حياكم الله، يا أهلا ومسهلا، أعطوني علومكم وعلوم دياركم، عساكم آمنين ومرتاحين. أبشرك طال عمرك إن في خير ونعمة، فضل الله ثم فضل حكمكم، الأمور مستقرة والحاجات مقضية والناس عايشين في سلام وما. طال عمرك ضايع لنا كم قعود، عرفنا انه في الدرعية حمى تحفظون فيها الابل الضايعة، جيناكم ندور عليها ونشكركم على حفظكم لها. هذا واجبنا ومهمتنا اليوم كلها ربي لنا، ان نحفظ الامن والامان للرعايانا وكل ما يتعلق فيه. يا طويل العمر، الناس كلهم يدعون لكم ومستانسين من الوحدة اللي تحققت، اصبحنا اخوان بفضل الله ثم بفضل الدولة ورؤيتها وامتنا الشجعان. على طاري الشجعان، انا بديت مشروع فرقة جديدة انتقي فيها كل شجعان دولتنا حتى يكونوا قوة ضاربة للجيش السعودي. إلا ما قلتولي وش أساميكم؟ فهيد وضويحي. والنعم فيكم، خذ معك أنت وخويك كل ما تحتاجون في طريقكم لديرتكم، وبلغهم عن مشروعنا الجديد أن الإمام سعود أسس فرقة المنقية واختارك عشان تكون أحد أفرادها. سمو أبشر طال عمرك، والله أنها البشارة اللي بتفرح. زين بسألك طال عمرك، ليش سميتها المنقية؟ أنا أقول لك ليش. أنا قدت الجيوش بعد والدي لمدة 30 سنة، ومن تجربتي العسكرية وجدت من الضروري أن جيت. حياكم الله، أسفرت وانورت.
والحمد لله على سلامتكم. عسى كان طريقكم سهل ويسير. كان الطريق طويل، ولكن الحمد لله اللي سلمنا ووصلنا. وصلتوا خير، استريحوا أنتم وأهلكم. الإمام سعود طول الله بعمره خصص لكم من البيوت لكل واحد بيت له هو وهله، ولكم من الشعير والتمر واللبن. أنتم الحين رجال الإمام ورجال الدولة السعودية. الله يطول بعمر الإمام ويجعله ذخر ويقدرنا نوفي جزاه عليه. وترى لكل واحد فيكم فرس نصيلة، مجهزتم بالسيوف والدروع، والحين تروحون لبيوتكم أنتم وأهاليكم وترتاحون. وباتر تحضرون لمجلس الإمام سعود. أبشر، بيض الله وجيهكم يا رجال.